وعلى أهلين في هذا الشهر وعلى اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق وهو بحث قصير قد تقدم في قضية، تقدم الحديث فيها أكثر من مرة، وهي قضية التفضيل بين أوقات صلاة الليل، وبدأنا فيها وانتهينا منها، وهو أنه يوجد عندنا مقارنة بين وقتين من أوقات الإزار، وهما وقت القضاء ووقت يعني وقت التقديم لذوي الأعذار. وأشرنا إلى أنه من المناسب القول كما قال المصنف أن القضاء أفضل من الفعل في الوقت العذري، الوقت الذي يعني ورد في الروايات أن أصحاب الأعذار الذي ورد يعني بعض أوصافهم في كلام الشارح، القضاء أفضل. وقلنا السبب في ذلك ما هو؟ أن التعامل مع القضايا المندوبة المستحبة ليس كالتعامل مع القضايا الواجبة، يعني القضايا الواجبة فيها كما يقال فيها إلزام، والإلزام يصل إلى القاطع، والقطع يدور أمره بين القبول وعدم القبول. أما بالنسبة إلى القضايا المستحبة ففيها جنبة كما يقال جنبة نفسية، جنبة روحية، الإنسان يجب أن يعني يجب إذا كان يريد أن يرتقي يجب أن يكون يبقى متعلقا بهذه القضايا حتى وإن لم يوفق، يعني حتى وإن لم يوفق لا يجعل عدم التوفيق عذرا. ولذلك ورد في الرواية أنه لمجرد أنك تعلم من حالك أنك لا تستطيع أن تقوم مثلا للصلاة لا ترفع هذه الصلاة من ذهنك، ابقى متعلق لها، لأن مجرد التعلق هو في نفس خيرية مطلقة كما يقولون، خيرية مطلقة، أنه نية الإنسان لفعل الخير خير من نفس الإنسان، لأنها خيرية مطلقة ليس فيها شائبة كما يقال شائبة من أي يعني هدف آخر. ثم أشار إلى قضية وهي أن هناك حكم أولي وحكم عام، أنه لو سئل الإنسان عن فعل الصلاة ففي أي وقت من المفروض أن يؤدي الإنسان صلاته؟ قال أول وقت الصلاة هو أفضل أوقاتها كما قلنا. وقلنا هذا الكلام في قضية بيان أولية الوقت، يعني في بيان أفضلية أولية الوقت، هذا حديث لا علاقة له بنوع الصلاة، صلاة واجبة صلاة مستحبة لا فرق في ذلك بين أن تكون صلاة واجبة ومستحبة كما أشير إلى ذلك في كلمات الفقهاء. وهنا قيل لعله هذا أيضا كما قال المصنف ومعه أيضا الشارح أنه كما ورد في النصوص أن هناك أفضليات لقضية التقديم، يعني قضية تقديم الصلاة في أول وقتها، أيضا ورد في بعض المحاور في بعض المواضع في بعض الحالات التي يمر بها المكلف أو المكلفة أن يؤخر فعل الصلاة بدل أن يقدر، وهذا يرتبط ماذا؟ وهذا يرتبط ببعض الأحوال التي يمر بها الإنسان المكلف. والشارح أيضا أشار إلى أن المصنف عنده إشارة تفصيلية لهذه القضايا في الرسالة المعروفة برسالة الواجبات المسمات بالرسالة النفلية، وهنا أيضا أشار إلى بعض من هذه المواضع، هنا أشار إلى يعني ثلاثة من المواضع، وأشير هناك إلى كما يقال 25 يعني موضعا ذكر أكثرها المصنف في النفلية يعني في الرسالة، وحررناها مع الباقي في شرحها، حررناها مع الباقي يعني يريد أن يشير إلى قضية، وهي أن ما ذكره المصنف من المواضع من الموارد هذا لم يكن كما يقال ذكرا حاصرا، يعني واضح فرق بين أنه عندما يقال أنه يوجد عندنا ذكر مختصر ويوجد عندنا ذكر تفصيلي، هذا الذكر المختصر والذكر التفصيلي لو لوحظ يعني هما يعني كلا على حدة سيكون التفصيل في قبال الاختصار، فالاختصار هو الذكر الذي يكون فيه ماذا؟ الذكر الذي يكون فيه قلة، هذا المتوقع. الذكر التفصيلي هو الذي يكون فيه ماذا؟ ذكر يعني كما يقال مبسط مفتوح،
أفراده كثيرة، ولكن وصف التفصيل ووصف الاختصار كما يقال هذان وصفيان إضافيان. عندما يقال هذا فلان فصل الكلام، فلان اختصر الكلام، ليس معنى أنه من فصل الكلام لا بد أن يكون قد ذكر كل شاردة ووارد، بل يمكن أن يكون ماذا؟ بل يمكن أن يكون ما ذكر تفصيلان، بل ربما كان إسهابان، وكان ربما أحيانا ربما تطويلان، ولا يتناول الإنسان كل شاردة وواردة في الكلام. وهذا ما أشار إليه الشارع، قال بأنه بالرغم من أن المصنف هناك في رسالته قد أشار إلى 25 مثلا موردا من هذه الموارد، إلا أنني عندما شرحتها حررت الباقي، حررت الباقي. يعني هذا الكلام بالرغم من كونه كلاما تفصيليا، إلا أنني لم أكتفي بهذا الذكر التفصيلي وأضفت إليه تفصيلا ماذا؟ تفصيلا آخر. هذا ما يريد أن أذكره. يقول وقد ذكر، طبعا هناك الموارد، هنا ذكرت لكم لعله يعني 11 مورد من هذه الموارد، لعل بعضها ذكر وبعضها لم يذكر. منها مثلا تأخير صلاة العشاء لذهاب مثلا الشفق، تأخير المستحاضة الظهر وصلاة المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما، الثالث تأخير المتيمم إلى آخر الوقت بقدر ما يصلي الفريضة، هذا باعتبار أنه آخر وقت يعني بحيث يبقى إلى آخر وقته، المربية مثلا للصبي، هذه المربية للصبي يسمح لها بأن تصلي في الثوب الواحد وتطهره في اليوم الواحد مرة، لكن قيل لها انتظري آخر الوقت حتى تستطيع، حتى يكون لأنه يسمح لها إذا طهرته مرة واحدة يسمح لها ماذا في اليوم الواحد أن تصلي، حتى ولو كان هناك سيأتي في ذات المصلي حتى ولو كان فيه نجاسة، فيقال لها الأفضل أن تنتظري آخر الوقت حتى يكون الصلاة في الوقت الذي تطهرين فيه الثوب، لعله في هذا الوقت مثلا لا يصيبه مثلا بول الصبي، ولعله يكون أقل زمن تكون فيه ماذا تكون فيه النجاسة موجودة. يعني أولا إقلال النجاسة، وثانيا ربما يصل الأمر ماذا إلى أن تصلي بثوب طاهر، هو يسمح لها أن تصلي بثوب غير طاهر بالحالة الأولية باعتبار أنها يعني يكون الأمر على النسبة إليها فيه مشقة، فيقال لها انتظري إلى آخر الوقت لعله ماذا لعله ماذا لعلها تصلي الصلاة بغير نجاسة، بغير نجاسة، لأنها يسمح لها أن تصلي بنجاسة إذا قامت بوظيفتها وهو تطهيره مرة واحدة في اليوم، فيقال هذا التطهير اجعليه في آخر الوقت واجعلي صلاتك متأخرة مع هذا التطهير فصلي بعد أن تطهر. هذا أيضا من الموارد. هكذا يعني إن شاء الله يأتينا إن شاء الله تأخير صلاة الليل إلى الثلث الآخر إلى الفجر تأخير، وهذا يثبت طبعا من خلال هذا المورد يبدو لنا واضحا أن القضية ليست مرتبطة بالصلوات الواجب، في الصلوات الواجب وفي الصلاة المستحبة، وذلك ذكر فيها مورد صلاة الليل. تأخير صلاة الصبح لمن أدرك من صلاة الليل 4 ركعات، هذا بعد المزاحنة اللي ذكرنا أنه لو تلبس ب4 ركعات المفروض يتمم بعد ذلك يصلي الصبح، يستحب له ماذا؟ تأخير صلاة الصبح. تأخير مدافع الأخبثين لا يخرجهما، الإنسان اللي حاسي على الضيق للأخبثين حتى ينتهي من هذه الحالة ثم يصلي. تأخير الصائم المغرب إلى المبعد لرفع منازعة الناس أو انتظار الغير، هذا أشار إليه إن شاء الله في الحديث. تأخير صاحب العذر الراجي لزواله، بل بعض ذهب إلى ماذا؟ إلى وجوب ذلك، قال لا يجوز البدار لمن لا يجوز البدار لمن يرجو زوال عذره، لا يجوز له أن يبادر، لأن هناك ماذا؟ هناك قضية وهي جواز البدار لذوي الأعذار، قضية خلافية فيها تفصيل طويل بين الفقهاء. هذه القضية البعض منهم اشترط فيها شروط، البعض منهم مثلا قد يقول بأنه الروايات قد تكون مطلقة فيها كلام بينهم، وهكذا إذا أخر الإنسان صلاته لإدراك فضيلة الجماعة، هو جاء في الوقت ولكن لعله الجماعة على ما تترتب وعلى ما يوصل الإمام يؤخر الصلاة من أجل إدراك الفضيلة، وهكذا إذا أراد الإنسان أن يأتي بصلاته في مكان شريك مثلا، وهكذا مثلا غير ذلك من الأمور. على كل حال هذه المواضع، هذه عدد من المواضع التي ذكرت ربما 10 أو أقل أو أكثر من ذلك ذكرت هنا. والمصنف هنا ذكر ماذا؟ ذكر 3 من المواضع، قال وقد ذكر منها هنا 3 مواضع لمن يتوقع زوال عذره. زوال عذره الإنسان الذي يكون معذورا، الإنسان الذي يكون معذورا
هؤلاء يعبر عنهم بذوي الأعذار. حتى ذوي الأعذار مرة لا يستطيع استعمال الماء، لا يستطيع، الجو غير مناسب، جو بارد لا يستطيع استعمال الماء، أو لا شرائط الصلاة غير متوفرة، هذا أيضا الآن لا يستطيع استعمال الماء في أول الوقت، الآن شرائط الصلاة غير متوفرة، هو يتوقع أن بعد قليل مثلا سيتحول الوضع ويكون باستطاعته مثلا استعمال الماء، أو بعد مثلا وقت مثلا سيستطيع أن يوفر بقية شرائط الصلاة التي ماذا الذي هو يفقد يعني يفقدها، مثلا إما أنه لا يملك ساترا، أو لا يملك ساترا إلا أن الساتر إما مثلا غير متوفر به الشروط من جهته مثلا كاشفيته مثلا، أو عدم طهارته مثلا، ويرجو أن يأتي الوقت الذي بعده ويحصل ثوبا ساترا ومتوفر فيه شروط الأنفاق اللي هي الطهارة وما تال والإباحة، لعله والإباحة هذه كلها ماذا هذه كلها من الشرائط. فالإنسان الذي يحتمل مثل هذه الحالة ماذا يقال له؟ لا يقال له والله ورد حكم أولي بأن الإنسان يستحب له أن يصلي الصلاة في أول وقتها، والصلاة في أول الوقت خير من الصلاة في غير الوقت، والصلاة في غير الوقت في أول الوقت خير من الصلاة في وسطه وفي آخره، وقد ورد الزام على، لا يقال لهذا الإنسان إن صلاتك من الممكن أن تؤخرها. لماذا؟ لأن صلاتك هنا ستكون ماذا؟ ستكون فاقدة لبعض الخصوصيات، هذه الخصوصيات إذا كنت ترجو تحصيلها سواء كانت تلك الخصوصيات قدرة على الفعل كما في الوضوء بالماء البارد، كما لو كان ذلك ساترا لمن فقد الساتر، كما لو كان ذلك وصفا لمن فقد الوصف، فيقال لهم يقال له انتظر حتى يأتي ذلك الوقت ستحصل بقية الأمور التي تفقدها الآن أنت فاقد لها، وبالتالي تقوم بالصلاة كما هي كما يقال بالصلاة الاختيارية الواجبة لجميع الأمور. طبعا وهكذا بالنسبة إلى الإنسان في بعض الأحيان قد يفقد القدرة على القيام، هذا أيضا، وطبعا القدرة على القيام هي مرتبة من المراتب التي يستطيع، يعني الإنسان قد يكون الآن غير قادر على القيام الآن في هذا الوقت، مثلا جاء من عمل أصابه بالإنهاك والإعياء بحيث أنه الآن غير قادر على الصلاة، وهو يعلم أنه بعد ساعة من الراحة أو ساعتين أو ثلاث والوقت مستمر، مثلا وقت الصلاة مستمر، يمكنه بعد ثلاث ساعات أن يصلي صلاته قائمة، فيقال له أخر الصلاة، أخر الصلاة إلى ذلك الوقت. وهكذا لو كان ماذا؟ لو كان الإنسان يعني المرتبة التي تليها، لو كان الإنسان مرتبة القيام أعلى المراتب كما يقال، المرتبة التي تليها ماذا؟ مرتبة الجلوس، المرتبة التي تليها مرتبة الاضطجاع، فكلما كان التأخير تأخير الصلاة في حال مرتبتين يعني في وقت مرتبتين يؤدي إلى الحصول على المرتبة التي تليها استحب له أن يؤخرها إلى، ولذلك أشار إلى ذلك وهو أنه إذا رجع ماذا؟ يعني عندنا مرتبات كما يقال قيام جلوس اضطجاع وهكذا إيماء، فكلما كان التأخير وهو في هذه المرتبة يؤدي إلى تحصيل هذه المرتبة استحب، كلما كان التأخير وهو في هذه المرتبة يؤدي إلى تحصيل المرتبة التي تليها، وهكذا كلما كان في مرتبة يستطيع بسببها أن يحصل المرتبة التي تليها، يعني المرتبة التي تعلوها، يعني عندما يكون مثلا عدم القدرة على إحدى المراتب التأخير يحصل نفس المرتبة، يحصل نفس المرتبة، فعند ذلك يستحق في أي مرتبة فرض ذلك، فإذا في أي حال فرض الإنسان كل مرتبة من هذه المراتب إذا فقدت وكان فيها فاقدا، يعني كان في هذه الحال فاقدا لها، إذا كان التأخير يؤدي إلى تحصيلها، طبعا بعض الأحيان قد يكون الحال الذي عليه الإنسان هو حالة طبيعية،
الإنسان يستطيع أن يصلي قائما قدرتان بالحالة الطبيعية وهو الآن يفقد القيام، فالتأخير يؤهله للرجوع إلى حالته الطبيعية، فتطلب تلك الحالة الطبيعية. يعني إذا الإنسان أساسا يصلي قائما ولكن في بعض الأوقات فقد القدرة على القيام بسبب من الأسباب، هذه القدرة إذا كان التأخير يؤدي إلى تحقيقها يتؤخر الصلاة. وهكذا إذا كان الإنسان أساسا غير قادر على القيام، هذا ينزل بعد أساسا الإنسان عام هو أساسا من دون، ولكن هذه الحالة هي حالته الطبيعية، الآن فقد حتى هذه الحالة الطبيعية. أيضا نقول له إذا كان التأخير يعيدك إلى الحالة الطبيعية وهي حالة الجلوس أيضا كذلك، وهكذا البقية. فهذه لما يقال أنها مراتب، يعني مراتب متسلسلة واحدة بعد أخرى. الإنسان لما يفقد مرتبة وهو يرجو أن يحصل المرتبة التي فقدها، ولكن ليس في هذا الوقت، ليس في هذه الساعة. أنا الآن لا أستطيع أن أصلي جالسا، أستطيع أن أصلي مضطجع، ولكن بعد ساعة أستطيع الجلوس، فيقال له أخر إلى تلك الساعة. وهكذا سواء انتقل المرتبة الأولى، يعني سواء انتقل المرتبة التي أو لا لم يفقدها، سواء كان عاجزا عن القيام أو لا لم يكن عاجزا عن القيام، ولكن هو يرجو أنه في الوقت اللاحق أن يتمكن من مرتبة أعلى من المرتبة التي هو فيها، سواء كانت تلك المرتبة اضطجاعا أو جلوسا أو قياما، فيقال له أخر إلى ذلك الزمن الذي تستطيع أن تحصل فيه مرتبة أعلى من المرتبة التي أنت فيها. طبعا هو يستطيع أن يصلي في هذا الوقت، ولكن ماذا؟ طبعا على رأي البعض ربما يكون هناك كلام، ولكن على كل حال كما ذكره الشارع. لذلك قال لمن يتوقع زوال عذره، متى يتوقع؟ قال بعد أوله. بعد أوله يعني بعد ماذا؟ بعد أول الوقت، لأنه لو كان العذر يزول في أول الوقت لصلى صلاة طبيعية. هذا الإنسان إنما يؤخر، تؤخر صلاة، إنما يطلب منه، يؤمر بتأخير الصلاة لأنه في أول وقت الصلاة لم يستطيع القيام بالصلاة كما هو الحالة الاختيارية الطبيعية كما يقال. ولذلك قال كفاقد، هذا الأمثلة، كفاقد الساتر. إذا أخر الصلاة حصل على الساتر، نقول له أخر الصلاة حتى تحصل، أو وصفه طهارة، إباحة، وهكذا، ملكية، إذنا، أي شيء، هذا كلها أوصاف كما يقال. والقيام، الإنسان الذي يفقد ماذا؟ القدرة على يعني فاقد القيام في أول الوقت. عند ذلك لو كان التأخير يؤهله للحصول على هذه القدرة، فيقال له أخر الصلاة إلى ذلك الوقت. وما بعده من المراتب الراجحة، لأن القيام كما يقال هو مثل بالقيام، ولكن القيام ليس هو المرتبة التي تلي مرتبة ماذا؟ مرتبة العجز مباشرة. إنما قبل القيام يوجد مرتبة الجلوس، يوجد مرتبة الاضطجاع، ثم يوجد مرتبة ماذا؟ الإيماء. والإيماء أيضا درجة، الإيماء أيضا درجة، إيماء بالعين وإيماء ماذا؟ بالحركات، كل ذلك ماذا؟ إيماء. فيقول هذه المراتب متسلسلة في حالة طولية، فإذا فقد الإنسان المرتبة الأعلى وكان التأخير يؤدي إلى تحصيلها فيطلب منه التأخير. إذا كان هو أساسا في المرتبة التي تليها والتأخير يؤدله إلى المرتبة التي وهي حالة الجلوس، نقول له أخر من أجل تحصيل، وهكذا كل مرتبة بحسبها. أو إذا كان التأخير يؤهله إلى مرتبة أعلى من المرتبة التي وعد، الآن هو فاقد على القدرة على القيام، لأن فاقد القدرة على القيام إما يكون مثلا يستطيع الجلوس فيصلي جلوسا أو لا يفقدها، وهكذا. وإذا كان فاقد القدرة على الجلوس قد يكون قادرا مثلا على الاضطجاع، الذي فقد الاضطجاع قادرا على الصلاة إيماء، فنقول له كلما كان التأخير يؤهلك على المرتبة الأعلى يستحب لك أن تؤخر هذه الصلاة. يقول وما بعده، يعني ما بعد القيام، يعني
إذا كان التأخير يؤهله مثلا إلى الجلوس وهو الآن لا يستطيع الصلاة إلا مضطجعا، فيقال له ماذا؟ فيقال له أخر هذه الصلاة حتى تستطيع الصلاة من جلوس. قال: وما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا، هذا هو الشرط، إذا رجا القدرة في آخره. وهكذا، والماء على القول بجواز التيمم مع السحر باعتبار ماذا؟ باعتبار كلام بين الفقهاء أنه في حالة السعاء، القضية ماذا؟ في حالة السعاء، في حالة الضيق، في حالة السعاء يمكن ماذا؟ يمكن أن يبادر الإنسان، يعني جواز البدار لذوي الأعذار مسألة فقهية طويلة الزيت بين الفقهاء، خصوصا المتأخرين الآن أصبحت طويلة جدا. ما هو الحال؟ يجوز لذوي الأعذار أن يبادروا إلى التيمم تحت عنوان جواز البدار لذوي الأعذار. هذا الجواز مطلق، هل هو في ضيق الوقت أو لا أعم من ضيقه وسعته؟ هل لو كان الإنسان يعني في حالة مثلا سعة الوقت يرجو زواله أو لا يرجو زواله؟ كلام. لذلك الشارح ماذا قال؟ قال: على القول بجواز التيمم مع السعة. لأنه بعضهم ماذا يقول؟ أنه إذا كان الوقت واسعا لماذا يتيمم؟ قد يأتي الماء، قد يأتي الماء، قد يحصل الماء، الماء الآن غير حاصل، فإذا قال قد يوجد الماء، قد يحصل الماء، فيقال. ولذلك ماذا قال؟ فيقال له مثلا أخر حتى يبقى من الوقت ما لا يكفي لتحصيل الماء، يصير عندك، يحصل عندك علم في هذه القضية. قال: على القول بجواز التيمم ولإزالة النجاسة غير المعفو عنها. الإنسان أنه باعتبار أن أحيانا النجاسة يكون الإنسان معفوا، يعني عفوا النجاسة يكون معفوا عنها. النجاسة المعفو عنها هو مثلا الدرهم الأقل من الدرهم البغلي مثلا، أو مثلا دم الجروح والقروح وهكذا، هذه ما عفي عنه، ما عفي عن مثلا عن ثوب المربية. هذه النجاسة غير يعني غير المعفو عنها، إذا كان يعني لا يتمكن الإنسان من إزالتها وكان يرجو أن يتمكن من إزالة النجاسة في آخر الوقت، قال له أخر حتى تستطيع فعل ذلك وتصلي صلاة تامة الشرائط. هذا المورد الأول. المورد الثاني قال: ولصائمين، هذا أيضا مورد آخر، إنسان صائم يتوقع يعني فطره. من يتوقع؟ يعني يوجد له صحبة يتوقعون إفطاره معهم وهم ينتظرونه مثلا، أو لا، ذلك الصائم الذي بسبب طول فترة الصيام والمشقة يعني أصبح يعني يريد أن يمسك بوقت الفطور بأي طريقة، فاشتاقت نفسه إلى الإفطار فأصبح لا يستطيع. هكذا يقول بعض الناس، يحصل عنده بعض الناس هكذا، قد يحصل أحيانا لا يستطيع التركيز حتى في صلاته إذا جاء وقت الفطور، فلا يستطيع التركيز فيفقد القدرة ماذا؟ على التركيز على الصلاة. هذا الإنسان الذي تشتاق نفسه إلى الإفطار إلى الطعام بحيث أن إقباله على الصلاة يفقد، لا يوجد عنده إقبال، يصلي لا يدري ما يقول. هذا الإنسان بعد ذلك ماذا؟ هذا الإنسان قال له ماذا؟ أفطر حتى يستقر، لأنه الإقبال على الصلاة يحتاج إلى استقرار نفسي، وهذا الإنسان غير مستقر النفس إلى هذه اللحظة. فيقال له ماذا؟ الصائم يتوقع غيره فطره يعني إفطاره ويعني تناول الطعام معهم طبعا، فيقال له ماذا؟ أفطر معهم، لأنه ماذا؟ لأن هذا سيؤخره عن يعني عن إفطاره. ومثله هذا الذي يتوقع الغير وينتظره الغير حتى يفطرون حتى يفطر معهم، مثله الشخص الذي حصلت عنده حالة شوق بالطعام بحيث أنه لا يستطيع يعني الإقبال على الصلاة بطريقة يعني طبيعية. قال: ومثله من تاقت نفسه
إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة. لماذا قال بحيث ينافي الإقبال؟ لأنه بالنتيجة التوقام إلى الإفطار هل هو حالة خاصة بهذا؟ لا، كل إنسان جرى عليه مر عليه صيام لمدة يوم كامل، خصوصا عندما يكون الإنسان يعمل أو ما شابه، فهو تسوق نفسه إلى الطعام. فالتوقان ماذا؟ التوقان والاشتياق هذا درجات، والدرجة التي يستحب معها تأخير الصلاة هي الدرجة التي يفقد الإنسان القدرة على الإقبال على الصلاة، بحيث لا يستطيع أن يقبل على صلاته بطريقة طبيعية. أما الإنسان الطبيعي حتى وإن كان في أعلى درجات التقى، ألا تشتاق نفسه للطعام بعد هذه الفترة؟ طبعا تشتاق نفسه، ولكن متى ما كان هذا الاشتياق اشتياقا طبيعيا، كما يقال لو كانت عنده أولويات في يعني كما يقال في رغباته فيضعها في آخر هذه الأولويات، حاله كحال أي رغبة أخرى للماء أو مثلا للراحة أو ما شابه، ولا يجعل هذا التوقان متحكما في نفسه كما هو الحالة التي ذكرت، بحيث أنه لا يستطيع أن يركز. هذه الحالة ماذا؟ هذه الحالة توجد. فلذلك ماذا قال؟ قال بحيث ينافي الإقبال. لماذا بحيث ينافي الإقبال؟ لأن التوقان حالة طبيعية، كل إنسان يصوم النهار تشتاق. أصلا بعض الناس عندما يعني يأتي وقت الفطور كما يقال كأنه يتربص بالطعام، سأفعل كذا وسأفعل كذا، عندما يقضي وقت الطعام لا يفعل شيء. هذه الرغبة طبيعية عند الإنسان، ولكن الرغبة التي تصل إلى حد منافاة يعني عدم القدرة على الإقبال، تلك الرغبة التي يستحب معها التأخير. قال لذلك قال بحيث ينافي الإقبال على الصلاة، لا يستطيع أن يتوجه إلى الصلاة، هذا الإنسان يقول له أخر الصلاة. أما الإنسان العادي أيضا تتوق نفسه، ولكن توقانه طبيعيا، لأنه هذا. ولذلك قالوا أن الإنسان، هذا طبعا ليس في الفقه، قالوا هناك في الأخلاق، أن الإنسان عليه أن يأخذ من كل صفة للإقدار، حتى في الفضائل لا تكون تقواه على حساب ماذا؟ صدقه، ولا يكون صدقه على حساب زهده، حتى يحصل ماذا؟ حتى يكون إنسانا متكاملا. التكامل في يأخذ من الصفات بمقدار متساوٍ، لا يكون عنده ترجيح لصفة على صفة، لأن الترجيح لبعض الصفات على البعض الآخر يؤدي إلى الخلل، يصبح عنده خلل من حيث تيسر، خلل في الفضائل، ولكن بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة يصبح خللين. على كل حال هذا ليس مقامه هنا. قال وللعشائين المفير من عرفة إلى المشعر، هذا أيضا من الموارد التي ذكرت، يعني لصلاتين المغربي والعشاء، لمن يفيض من عرفة إلى المشعر الحرام يستحب لمن أفاض هناك تأخير إلى المشعر الحرام أو إلى ربع الليل كما قال بعضهم أو ثلثه كما ورد ذلك في بعض الروايات. منها لا تصلي المغرب حتى يأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل، كما قال الشارع في كلامه عندما قال وإن تثلث الليل. هذا موارد من الموارد التي يستحب فيها ذلك. ثم انتقل إلى مطلب جديد وآخر المطالب، اللي هو جواز التعويل على الظن. هنا هذا المطلب هو مطلب مبني على ماذا؟ على قضية. هذه القضية هي قضية تعذر العين. الإنسان في الحالة الطبيعية عندما يريد أن كما يقال أن يحصل شرطا، وهو شرط ماذا؟ شرط العلم بالوقت، أن الوقت قد حان أو لا. هذه الحالة وهي حالة العلم بأن الوقت قد حان، الحالة الطبيعية أن يكون الإنسان له سبيل إلى العلم بحصول الوقت أو عدم حصوله. إذا كان عنده سبيل فليس له إلا ذلك السبيل، عندك طريق للعلم خلص، أنت وذلك الطريق. أنت يشترط فيه، يشترط الإنسان أن يحصل العلم بالوقت في حالة إمكانه. أما هنا في هذا المورد أنه لو كان الإنسان غير قادر على تحصيل العلم بالوقت، غير متمكن، فهل يمكنه أن يعول على
على ما هو أقل من العلم المعبر عنه في الظن. طبعا الظن كما هو معلوم لا يغني من الحق شيء، ولكن في بعض الموارد ولعلها كلها موارد فقهية، كلها لعلها موارد فقهية، يعني بالعقائد لعله لا يقبل، كلها موارد فقهية يقبل الظن ويعبر عنه بالظن المعتبر. حتى ما أمثلته هذه النصوص والروايات اللي لا تصل إلى حد القط كلها أمثلة من أمثلة الظن، خبر واحد وغيره كلها باعتبار أنه كلام فيه أنه العمل به ظن. حتى الأخبار إلا لم تصل إلى حالة يعني قطع الإنسان بمدلولها أيضا ماذا؟ عمل بالظن. فهذا الظن في بعض الأحيان لأنه طريق غير علمي، يعني طريق غير معتبر، يغفى عليه الاعتبار فيصبح معتبرا، ولكن شرط اعتباره ماذا؟ امتداد هذا الطريق الذي هو السبيل الطبيعي للإنسان وهو طريق العلم. قال ويعول في الوقت على الظن. حتى الظن يقولون الظن الإنسان قد يعتمد فيه على ماذا؟ على حالة متعارفة. الإنسان يعلم أنه فلان من الناس يأتي في الساعة الفلانية، يدخل في الساعة كذا ويخرج. هذا بعض الناس كانوا يضبطون ساعاتهم على خروج بعض الناس ودخول، يعلمون أنه لا يأتي إلا في هذا الوقت، لا يخرج لا يذهب إلا في هذا الوقت. هذه الحالة يمكن أن تكون سببا؟ قالوا نعم. ولذلك ماذا قال الشارح؟ قال المستند إلى ولدن، يعني حالة يعتاد عليها الإنسان. شنو الورد؟ الآن تعالوا رجل الدراويش، ما هو دراويش؟ لما ندى تقلق لا سوي الورد. الورد معنى يعني التسبيحات التي يطلب من هذا اللي هو يعلمهم الدروش يعبروا عنها بالأوراق. حتى بعضهم يعني تعملها بالدروش، بعضهم تعملها في غير الدروش، حتى في غير الدروش من يعني من القضايا اللي يتعلمون بها عن طريق الأوراق. هذا الورد يعني حالة يقوم بها الإنسان مرة بعد أو لا صنعة يقوم بها الإنسان، أو لا درس. فلان يعلم أنه متى ما انتهى درس الجمعة فقد صارت الساعة صفر. إذا انتهى هذا الدرس، إذا صارت هذه القضية توجب الظن بدخول الوقت صارت أمارة على الوقت، ما كل مشكلة فيها كما يقال، كما يقول الشاري. فيقول المستند إلى وردن، يعني ذا الورد ما هو الورد؟ ذلك الأمر المداوم عليه والمستمر يسمونه ورد. الآن ماذا يصنع؟ يقرأ ورده، يعني ما اعتاد أن يسبحه كل يوم. ماذا يصنع فلان؟ يقوم بالورد. ما هو الورد؟ تلك التسبيحات اللي يقرأها في الساعة التاسعة، فيقال هذا ورد. فمن الاعتياد من الدوام والاستمرارية. فيقول بصنعة، حتى هذا الورد يعني الحالة المداوم عليها بسبب صنعة عمل يعني يقوم بذلك، أو لا درس له وقت مخصوص فيعلم أنه متى ما انتهى هذا الدرس صارت الساعة الفلانية، يعني أو دخل وقت الصلاة الفلانية. قال ونحوهما، يعني هذه أمثلة، يعني لم يرد في هذه النص، لم يرد في هذه التشخيصات نصوص شرعية حتى يمكن. لذلك قال ونحوه، لأن في النتيجة هذه أمثلة، كل ما اعتاد الإنسان عليه من عمل من حرصة ما شابه ذلك. قال مع تعذر العلم، لأنه إذا كان الطريق الطبيعي مفتوح بعد لا يأخذ الإنسان الطريق كما يقال الطريق الاحتياطي أو الترابي. الإنسان ما دام الطريق مفتوحا أمام أذعك لا يسمح له بالمرور على طريق يعني غير معتبر. أما مع إمكانه، حتى لو كان الطريق إلى العلم ممكنان سلوكه، قال فلا يجوز الدخول بدونه، بدون العلم يعني بدون يعني مع الظن لا يجوز في هذه الحالة. يقول فإن صلى بالظن حيث تعذر العلم ثم انكشف وقوعه، هذه الحالة لو انكشف صلى بالظن ثم انكشف وقوعها في الوقت
أو دخل وهو فيها أذى. حتى إما كان صلاته في الوقت اتفاقان حصلت له بسبب هذا العمل بالضبط، بس باعتبار أنه ليس ممكن يقول يعني اتفاقان اعتمادا على هذا الظن صار صلاة، أو لا دخل الوقت وهو يصلي. فيقول هنا قولان على أصح القولين تصح هذه الصلاة. قول ماذا؟ قول بصحتها، وهو مستند ماذا؟ إلى رواية مروية عن شخص وقع الكلام فيه وهو إسماعيل ابن رباح عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أدعت، أي فقد أدعت عنك. وهناك كلام عند بعض متقدمي الفقهاء ومنهم السيد المرتضى وبعض أيضا المتأخرين، وهو أنه ماذا؟ أنه مثل هذه الرواية لا يمكن العمل بها باعتبار أن هذا إسماعيل بن رباح شخص ماذا؟ شخص يعني الرواية بسببه ضعيفة، لأنه هذا الشخص لا يمكن التعويل على روايته لأنه ليس يعني ليس ممدوحا يعني جاهل مجهول كما يقال مجهول. فلما يكون هناك جهل بالراوي فيعبر ماذا؟ يعبر بأن هذا خلل في السند، فقد لا يعنون بعنوان خاص ولكن عنوان الرجل هو ماذا؟ أنه مجهول. هسه بعض من الناظرين في هذه القضية قال بأن هذا الكلام غير صحيح باعتبار أن هذه الرواية هذا الشخص أيضا ذكر بأنه من مشايخ ابن أبي عمير، وثانيا أن في الرواية شخص من الأشخاص المعروفين من الأعيان وهو أحمد بن محمد بن عيسى الذي معروف بكثرة التثبت وأن وجوده في بعض الروايات يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى الوثوق في صدور الرواية. قال على أصح القول، فهناك كلام السبب هو ماذا؟ هو راوي هذه الرواية. قال وإن تقدمت علي، فتقدمت يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ تقدمت بمعنى التقدم، لأنه التقدم ماذا؟ كما يقال درجات، فتقدم درجات هذا في حالتها عدم وجود هذه العبارة السابقة. لو قال تقدمت دون العبارة السابقة لقلنا ماذا؟ التقدم درجات، أما هنا فالتقدم ليس درجات، هنا التقدم بمعنى التقدم الذي هو بالكامل، لأنه لما قال دخل وهو فيها ما معنى ذلك؟ أن جزءا منها صار في الوقت وجزءا ماذا؟ تقدم على الوقت. فإذا وإن تقدمت يعني ماذا؟ يعني تقدمت كمامان كل الصلاة خارج الوقت هكذا، لأنه لو كانت العبارة بدون العبارة السابقة لكان تقدمت ماذا؟ قد يقال تقدمت يعني ماذا؟ تقدمت ببعض أجزائها، الركعة الثلاثة الأولى والرابعة مثلا حصلت، فيقول هذا تقدم، هذا لم يعبر تقدم، لأن التقدم ماذا؟ معنى إضافي، فيقال تقدم فلان على فلان يعني تقدم بالنسبة إليه، فقد يكون ماذا؟ ليس متقدما بالنسبة إلى غيره، لأنه هذا كما يقال عندما المعنى يتغير بالنسبة إلى 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 إلى, إلى هذا دون ذاك ماذا يعبر عنه بالمعنى الإضافي؟ فيقول لا، ما دام قد ذكر قضية وإن دخل الوقت وهو فيها أجزأ، فإذا معنى ذلك أن التقدم ليس المقصود منه التقدم ماذا؟ اللي هو يعني حالة من حالات التقدم، بل التقدم الكامل اللي هو تكون الصلاة كلها خارج ماذا؟ يعني خارج الوقت قبل الوقت. يقول عليه بأجمعها أعاضد بعد هذا كلام. لماذا؟ يوجد بين الفقهاء كلام يعني متفق عليه، كلام ليس كلاما للكلام وإنما كلام متفق عليه، أنه ماذا؟ أن الصلاة تعاد من أمور، فيقال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ومنها ماذا؟ ومنها الوقت، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، وهذا منها. قال وهو موضع وفاق، لأنه ماذا؟ لأن هذا الكلام في هذه القضية متفق عليه. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، إن شاء الله يأتي الحديث في الفصل الثاني في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.